حالات الإعياء والتعب الشديدتين ما زالت متواجدة على هذا الشاب في العشرينيات من عمره، حتى أنه لا يستطيع النهوض بيسر، ما زال يعاني من صعوبة في التحدث وفي الكلام. نتمنى الشفاء العاجل. الشاب من نابلس تم إيقاعه على حدود بيت سيرة بقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، قامت بفحص درجات حرارته وصل إلى 38 وقالت له أنه مصاب بالكورونا. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى أخذ الحيطة والحذر. الطواقم والأجناب طوارئ بيت سيرة ما زالت تتعامل مع الأمور بحيثيات، تتعامل مع العمال الوافدين للاحتلال من داخل الخط الأخضر. نرجو أن يلتزم كل شخص ببيته 14 يوما كفيلة أن تنقذ فلسطين وتنقذ كل قرياتنا وكل قرانا وكل مدننا من أي سوء. نتمنى السلامة مرة أخرى للجميع، نتمنى أن تتكفل كل الطواقم الطبية وهي الجند الآن جنود الوطن الحقيقيين الذين يتعاملون مع هذه الإصابات بطرق سيئة. السلامة للجميع، السلامة للجميع، السلامة مرة أخرى للجميع. شكرا طواقم بيت سيرة، شكرا لجنة طوارئ بيت سيرة.